أهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. شهد قسم الجهاز الهضمي التابع للمستشفى التعليمي بمحافظة المنوفية استخراج فرشة أسنان من مريء سيدة تبلغ من العمر 40 عاما. ووفقا لتقارير صحفية، أحد الأطباء اللي قاموا بإجراء الجراحة بواسطة المنظار بالمستشفى التعليمي كشف أن السيدة قالت أنها ابتلعت فرشاة الأسنان بمحض إرادتها ورفضت الإفصاح عن السبب اللي دفعها للقيام بهذا الأمر. إيه الحكاية؟ محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجراحة والواقعة الغريبة الحقيقة. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد صلاح، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى شبين الفوم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فريد. في البداية عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجراحة، وأنا عرفت أن حضرتك يعني أحد الأطباء اللي قاموا بإجراء الجراحة. والله امبارح فترة العصر كده يعني قدمت إلى فوارق المستشفى شبين الفوم التعليمي سيدة تبلغ عمر 40، كانت يعني ادعت انها ابتلعت فرشاة اسنان. يعني هي رفضت فعلا الافصاح عن السبب يعني، لكن على ما يبدو انها ممكن يكون عندها مشكله عصبيه او مشكله عضليه في يعني عضلات المريء. ربما هي ادت الى انها ابتلعت الفرشاة غصبا عنها يعني. معقول؟ مش واضح انه كان عندها علامات الانتحار او علامات يعني تصرفات نفسيه غريبه، لكن على ما يبدو انها كانت مشكله عصبيه هي رفضت الافصاح عنها يعني. احنا يعني تعاملنا مع الموقف وقيمنا الامور، كانت علامتها الحيويه الحمد لله كويسه. دخلت طوارئ المناظير عندنا، الحمد لله عندنا القسم مجهز بالمناظير الحديثه يعني طبعا مستشفى الطوارئ، وطبعا تم افتتاحها بواسطه معالي دوله رئيس الوزراء والاستاذ الدكتور محمد فوزي السودة امين عام الهيئه والدكتور محمد طفون مدير عام المستشفى. عندنا وحدة مناظير متقدمة إلى حد كبير، الحمد لله بنقوم فيها تدخلات علاجية كثيرة يعني. قاموا شباب الأطباء عندنا الدكتور محمد صلاح البنا والدكتور عمر عبد المقصود بالتعامل مع الحالة ودخول الحالة فورا إلى وحدة المناظير، وتم استخراجها بالمنظار الحمد لله بدون لجوء للجراحة، والحمد لله هي يعني خرجت على الفور. الحمد لله، الحمد لله تم تدخل وإسعاف السيدة. ولكن مش غريبة شوية إن فرشة أسنان يعني ما اعتقدش ان ممكن تكون حاجه من السهل ان هي تعدي من المريء. هل ظهرت على هذه السيده اي عوارض او اعراض للعنف مثلا؟ والله خالص يعني، هي لا يبدو عليها اي علامات لامراض نفسيه، ولا يبدو عليها برضو علامات الناس اللي هم برضه بيلجأوا للانتحار. لكن يعني احنا بنقول الاحتمال انها تكون وهي بتغسل اسنانها ولا حاجه، ممكن تكون حتى عندها زي تشنج عضلي او حاجه زي كده ادت لابتلاعها، حد اقاربها برضه ممكن يكون لمح الى النقطه ديت. لكن الحقيقه برضه لحد دلوقتي ما عندناش اجابه برضه صريحه يعني لسبب اللي حصل يعني. لكن برضه احنا متعودين بنشوف يمكن حاجات زي كده يمكن مع الناس اللي هي بتحاول تعمل محاولات انتحار بالذات من السجون والكلام ده، بس ما كانش يبدو عليها فعلا علامات شبيهه بذلك يعني. طيب هل هذا النوع من الجراحات شائع ولا بتبقى حالات نادره؟ يعني احيانا الاطفال اللي بيبلعوا مثلا دبوس، حاجات يعني بسهولة ممكن تنزلق عن طريق المريء، ولكن فرشة أسنان هل دي من ضمن الحالات النادرة اللي قابلتوها في جراحاتكم في المستشفى الجامعي؟ بالضبط كده، زي حضرتك ذكرت انه الاجسام الغريبه ديت يعني وارد تلاقيها طبعا. بنقابل كتير جدا اطفال بيبلعوا بطاريات ساعات او بطاريات النعم، ممكن برضو العملات المعدنيه، بعض وقع الم، حاجات من هذا القبيل يعني. لكن حته الفرشه لانه يعني ليها جسد طويل شويه، فطبعا كون انها تبتلع لحد الاخر وانها تستقر بنفس المريء بالشكل دوت يعني يمكن ايه حاجه بالنسبه لي يمكن اول مره اشوفها يعني. لكن يعني برضه يعني ايه بتحصل في بعض الاماكن يعني، يمكن هم اكثر ناس بنشوف عندهم حاجات غريبه زي كده هم الناس المساجين او الناس اللي هم بيعرضوا نفسهم كده عوامل الانتحار. صحيح يعني. صحيح. طيب ابتلاع الاشياء اللي زي دي مثلا بيكون شائع غالبا يعني، احنا بنشوف الحالات دي مع الأطفال يعني أكتر الفئات اللي ما بيقدروش يعني يسيطروا على أفعالهم لسه صغيرين. هل الموضوع بيكون أسهل في التعامل مع الأطفال في مثل هذه الحالات ولا الكبار يعني زي ما احنا شايفين طبعا في هذه الحالة؟ والله هو اللي بيحدد ايه صعوبة التدخل من سهولته هو مش السن قد ما هو نوع الجسم الغريب المخترع. يعني عندنا بعض الالات الحاده اللي هي ممكن تستخرجها نفسها تعمل مشكله اثناء الاستخراج، انها تجرح الغشاء المخاطي للمريء او للمعده، او انها تقف في مجرى الهواء اثناء الاستخراج، فده بيعمل لنا قلق شويه. بعض الالات بيسهل استخراجها لانها بتقدر نقدر نمسكها ونحكم القبض
عليها بآلات استخراج الأجسام الغريبة، وبعضها بيبقى صعب إن إحنا نقفز عليها، زي الحاجات اللي هي الزجاجية والحاجات اللي هي ليها طلاء ناعم شوية، بيبقى صعب القبض عليها. فيمكن اللي بيحدد صعوبة وسهولة الاستخراج هو نوع الجسم الغريب المبتلع أكثر منه عمر المريض. عايزين نطمن شوية عن المستشفى الجامعي في محافظة المنوفية. كتير جدا عندهم نظرة للمستشفيات الجامعية أنها أقل كفاءة من مستشفيات أخرى، يعني احتمال تكون خاصة وما إلى ذلك. يعني هل أنتوا عندكم كل الإمكانيات الجاهزة لاستقبال مثل هذه الحالات؟ هو طبعا احنا في مستشفى سنين الكم التعليمي، احنا واحدة من ضمن الصروح الطبية الكبرى في محافظة المنوفية، اللي بنستقبل فيها طوارئ المحافظة تقريبا على الأقل 3 أو 4 أيام كل أسبوع. الحمد لله احنا عندنا الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة من مناظير جهاز الهضم العلوية والسفلية، بنقوم برضو بالإجراء التدخلات العلاجية البسيطة والكبرى. الحمد لله برضو عندنا في المستشفى الطوارئ الجديد برضو تم افتتاحه في يمكن 3 شهور فاتوا ولا حاجة، عندنا برضو غرف عمليات متقدمة جدا، أجهزة تخدير عالية المستوى، وبرضه كمان كادر طبي على احدث مستوى. اعتقد يمكن الخدمه اللي بتؤدى في مستشفى شنين الكوم التعليمي تفوق نظيرها في اي مكان من الاماكن الحكوميه الاخرى او كمان برضه في الاماكن الخاصه. يعني على كل حال انا بشكر حضرتك على هذا المجهود، طبعا بشكر كل الاطباء يعني القائمين على مثل هذه العمليه المعقده جدا جدا، استخراج فرشاه من مريء سيده، يعني واقعه غريبه ومن النوادر الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد صلاح، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى شبين الكوم، كنت معانا عبر الهاتف. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. شكر موصول لحضراتكم متابعينا، وانتظرونا في كل جديد من تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.